2. قد ينجح ترامب بسبب خفة الظل. الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أمريكيين كتير معجبين بيه، ربما مش لأنه في اتفاق ايديولوجي أو فكري أو سياسي على رؤى الرئيس السابق، وإنما لأنه هو عنده قدرة على إلقاء خطاب جذاب، وإنه ناس كتير بتستمتع بالاستماع إلى الرئيس ترامب بسبب خفة ظل الرئيس ترامب. إن هو دمه خفيف، بينكد كتير، النقد بتاعه بيبقى ساخر جدا، كل شوية قفشات في الخطاب، وبالتالي خفة ظل ترامب أو بالتعبير اللبناني لا يمل، ده مخلي ناس كتيرة معجبة بالرئيس ترامب. ربما لو كان ثقيل الظل، حتى لو كان بيحمل كل هذه الأفكار، ما كانش عنده فرصة لا المرة السابقة ولا هذه المرة في رئاسة أمريكا. حتى الخطاب الطويل جدا اللي قعد ساعة ونص بعد محاولة الاغتيال، المنطقة أن يكون ممل وأن الناس تزهق منه، لكن في الواقع كتير من الأمريكيين شافوا أنه كان خطاب جذاب جدا، وكلهم تابعوا الخطاب لآخر لحظة. فقدرة الرئيس ترامب على أن هو يلقي خطابات جذابة فيها ضحك كتير، نكت وإفيهات وقفشات، إنه بيخلي الجمهور طول الوقت منتبه ليه، ما بينامش منه ولا بيفلت منه أثناء إلقاء الخطاب أو الكلمة اللي بيقولها. دي من أهم أسباب قوة الرئيس ترامب السياسية. الرئيس ترامب كان بيواجه الرئيس بايدن، فكان عنده فرصة كويسة جدا، لأنه سهل قوي يهاجم الرئيس بايدن بالتعبير الشهير بايدن النائم، إنه مسن وإنه فاقد جزئيا للقدرة على التركيز وإنه بيرتكب أخطاء كتيرة، فاشتغل هذا الموضوع. إذ فجأة الرئيس بايدن مش داخل الانتخابات، كامالا هاريس دخل الانتخابات، فقد هذا الأساس في نقد الرئيس بايدن، لكن بدأ دلوقتي يهاجم كامالا هاريس. من أبرز ما قال إن كامالا هاريس من أصول هندية، وطول عمرها حسب الرئيس ترامب بتروج للثقافة والتراث الهندي، لكنها استدارت دورة كبيرة وبدأت تقول أنها سوداء. فبيقول من إمتى هي سوداء؟ إحنا عارفين إن هي هندية، بتتكلم على التراث الهندي والثقافة الهندية لأن والدتها هندية. دلوقتي بقت سوداء تعبر عن السود. طبعا كامالا هاريس تصنف نفسها كسوداء لأن في كمان أسباب انتخابية، واردها من جامايكا فينتمي إلى الأفارقة في الأساس، وبالتالي من المنطقي بالنسب إلى الأب أنها تكون سوداء، لكن بحكم اللون فالبعض بيعتبرها أنها ملونة وليست سوداء. إنما ليه كامالا هاريس مصلحتها أن تكون سوداء وليه الرئيس ترامب مش عايزها تكون سوداء، عايزها تكون هندية؟ لأنه ببساطة في أصوات السود، الموضوع كله انتخابات، أصوات السود مؤثرة ومهمة للغاية. هي كمان بتحاول تقلد المنظومة أو التكتل أو الائتلاف التصويتي اللي عمله الرئيس باراك أوباما، فلما تصنف نفسها زي أوباما إن هي أفريقية أو من أصول أفريقية أو أنها سوداء، تاخد فرصة كبيرة جدا أكتر مما لو صنفت نفسها أنها هندية أو من أصول هندية. في كل الأحوال ده فصل من فصول صراع هيمتد 100 يوم حتى الانتخابات الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب. وفاصل ونكمل.